تاني سنة تانية، احنا النهاردة هناخد درس التحقق من البيانات وفاليديت داتا، وده اللي هو بيخليني ان انا اتحقق من اي بيانات داخلة عندي في الويب بيج، زي مثلا ان انا اتحكم في طول اي فيلد عندي، زي فيلد الباسورد. ساعات لما بدخل على اي ويب بيج واجي ادخل باسورد بعدد حروف معين بيرفض، عشان هو بيبقى عايز عدد حروف مثلا ما يقلش عن 8 او ما يقلش عن 6. ده اللي احنا هنعرفه ازاي نعمله من خلال كود بواسطة الجافا سكريبت. طيب احنا هنبتدي، هنفتح النوت باد زي ما احنا متعودين نفتحها كل مرة، وبعد كده هنكتب HTML، وبعد كده هيد، وبعد كده هنقفل الهيد بتاعنا، وبعدين هنفتح نكتب body dir اللي هو external direction، rtl انا عايزاها على ناحية اليمين. وبعدين مادام انا عندي الباسورد يبقى هو text box، يبقى انا هحتاج حاجة اسمها form زي ما احنا خدنا اول الترم خالص. طب الفورم ده هنا في الحالة دي لازم اديله نيم، لازم اديله اسم، فهسميه هنا form 1. بعد كده هكتب input type equal password، ودي عشان يعمل لي الباسورد dots او stars، ولازم برضو اسميه اديله اسم، فانا هديله اسم هنا text 1. بعد كده هكتب input type equal submit، وما كتبتش هنا button عشان انا عايزاه في حالة التسجيل ينقلني للصفحة اللي بعد كده. الفاليو دي الاسم اللي بتتكتب على الزرار، وبعدين هقول له اون كليك، عند الضغط على الزرار ده يستدعيني فانكشن اللي هي اف 1 اللي احنا بنسميه، واتفقنا قبل كده ان الفانكشن لازم تكون بنفس الاسم اللي انا هستخدمه بيها بعد كده. بعد كده بقفل الفورم وبفتح السكريبت عشان ابتدي اكتب الفانكشن بتاعتي. هنكتب فانكشن اف 1 والبراكت، وبعدين هفتح الكيرلي براكت عشان ابتدي اكتب الدال. هكتب هنا اف، وبعدين افتح براكت اقول في فورم 1، يعني هات لي من فورم 1 تكست 1 التكست بوكس اللي انا عايزه اكتب فيه الباسورد. الفاليو بتاعتي لو هي اللينس بتاعها اقل من 8 كاركترز ساعتها هيطلع لي اليرت مسج فيها الكلام اللي انا عايزاه، فانا هنا هكتب مينيمم الاود لينس 8 كاركترز، وبعدين بنهيها بقفل الهاي كوتيشن والبراكت، ولازم اقفل بالسيمي كولون زي ما احنا اتفقنا، دي قاعده من قواعد الجافا سكريبت. وبعدين بقفل البراكتس عندي عادي خالص، وبقفل السكريبت والبقفل. ولما باجي سيف بعمل فايل سيف اس، ولازم هنا اكتب الاسم دوت اتش تي ام ال وبسيف عادي خالص. طيب احنا دلوقتي هنشوف التطبيق بتاعها. اهو هحاول ان انا اكتب اقل من 8 حروف واعمل سند، هلاقيه طلع لي alert message minimum allowed length 8 characters. كده احنا خلصنا الكود الاولاني. طيب احنا عايزين دلوقتي بقى stop.